تأجلات نهار 30/3. والجلسة ديال الصباح؟ هذه ديال الصباح حتى الاخرى بالموازات هي نفس التاريخ، حيت كيدوزوا بجوج بهم. واحد النقطة بغيت نوضحها للرأي العام، لأن أنا ما غاديش نتكلم في الشكل القانوني، ما غنفهملوش الدفاع ديال المشتبه فيهم. واحد فيهم خرج على قنوات اليوتيوب وقنوات المنابر الإعلامية كيدلي بشي أقوال، سمحه الله أنا من جهتي اللي ما لا 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 تبت بصلة لما أنا أعاني ولا داكشي اللي كنعيشو أنا. كوني ما ربيتش ولدي هذاك من حقه يقول اللي بغى. وبالنسبة للهواتف اللي كيأكد على أنني أنا كنطلب الهواتف ديال الأصدقاء، حشومة، أنا ما نطلبش الهواتف الأصدقاء، لأن راه دي ميليا دي جون اللي عيطوا ليا، امبوسيبل باش نخضع هاد الناس كلهم الهواتف. إنما خضعت شي ناس اللي هما حساسين واللي هما تاروا لي الجدل واللي هما عيطوا وأكدوا وعاودوا، سو كيفي أنا ما يمكنليش نتساهل معاهم. لا سيما صبت واحد الرقم ديال التليفون عند ولدي في واحد الدفتر ديالو، ضروري غادي ندلي به. وحاجة أخرى هو ديال داك السيدة اللي كانت كتعيط لي بالعام وعامين وثلاث سنين، وهي كتقول لي كتواسيني على ولدي، ملي قلت لها ولدي راه جا قالت لي فين هو دوزوا لي. هاد النمرة هادي ضروري خاصنا نبتوا فيها. زيد أضف على ذلك الاباء اللي انا كنقول على انهم المنطق تيقول بلي يستحيل من سبع مستحيلات ان احنا بتجربه راه حنا عندنا اولادنا ملي كيحصلوا شي حصله اول واحد كيتصلوا به هما الوالدين ديالهم. سو كيف يستحيل باش الابناء الا كانوا داروا شي حاجه، هذا لا كان هذا السيناريو هو اصلا يستحيل واش الاباء ما يتصلوا الابناء ما يتصلوش بوالديهم. اذا هنا علاش كنطلبوا الخبره باش داك الناس الا كانوا مظلومين يتنصفوا، ولا كانوا ظالمين ياخذوا الجزاء ديالهم. انا ما دايرهاش شي حاجه اللي من غير هادشي. هاد الخبره راه غادي تنصفنا كذلك ومثال تنصف الاخرين، فهمتيني؟ ما هربنا من حق. انا حسب كان عاجبني الحال انهم هما دابا في احتياط في الاعتقال الاحتياطي، لا، انما الخبره كان من المفروض من النيابه العامه والحق العام يطالب بهذا الشيء ويقول باللي هذيك الخبره خصنا نديروها كوسيله من جمله الوسائل اللي غادي تبين لنا الحقيقه. يعني بحال اللي بقى لنا هذاك المنفذ، واش الحوايج ما كاينينش والمحفظه ما كايناش والجثه ما كايناش والولد ما كاينش وحتى حاجه، كلشي القومه دايزه، يستحيل عباد الله. بقات لنا حاجه وحده هذه الخبره على الهواتف، يديروها لنا وانا ما غنتنازلش عليها، ما غنتنازلش على الخبره الهواتف. ايوا هذا الشهر عزيز عند سيدي ربي، ما سماه غفران تخصو يكون الغفران، ولكن باقي ما صبناش وما عرفناش علاش غنديروا، علاش غادي نسمحوا، ولا علاش غادي والله مازال ما عرفناش، مازال ما تلقوناش هاد الناس الفراجه. المغاربه اللي كان خصني نسبق بها هي الاولى، ويسمحوا لي انني كنشكرهم وكنعاود نشكرهم على الوقفه ديالهم اللي ما كنتش منتظرها، واللي زرعت فيا الامل، واللي زرع على الاقل بقيت كنقول مع راسي ما اناش بوحدي. والدعوات ديالهم والاتصالات ديالهم عبر الواتساب وعبر الخاص، يعني الله يجازيهم بخير، مشكورين وما غاديش ننسى لهم هذا الخير.